كلمات النقمات الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعين الكرام في كل مكان، نجدد معكم هذه التحية وعودة مرة أخرى لمجرياتي وانطلاقاتي فترتنا الصباحية في هذا اليوم الجميل والمميز الذي يحظى بهذه التحديات الكبيرة لسن اللقاية لأبناء القبائل. انطلقت الشعارات وبدأت في الصراع في شوطنا الرابع عشر الخاص للبكار، المهجنات الأصايل 5 كيلومترات مسافة هذا الشوط، ونداءنا سوف يستمر للعشر المراكز الأولى. من يكون السعيد من بين هذه الأسماء ويحظى على هذا الناموس وعلى هذا الشرف الكبير؟ بداية مع مقدمة الشوط، من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات لتتقدم بهذا التقدم الجميل والواضح مع المركز الأول؟ تتواجد في هذه اللحظات من الغربية، من تحمل رقم 2 توقع الغربية، نعم، سيف بن محمد بن سيف المزروعي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني بعد أن تعرفنا على المقدمة من خلال انطلاقة الغربية، ولكن المركز الثاني وصل شعار حمد بن محمد بالحب العامري، يقدم لنا مدللة. الله يمدللة، الله يمدللة مع المركز الثاني، فلك الدلال والجمال. المركز الثالث في هذه اللحظات، الانطلاقة اللي واصلة مع المركز الثالث والمتقدمة تحمل رقم العقول يا خاطفة القلوب، وصلت مع مروان بن فرج بن حمود الظاهري. الله يا سلام يا سلام يا الجذابة، الجذابة غيرت واحتلت المركز الأول. المركز الثاني مدلل يا عيني مدلل مع شعار بالحب العامري، ولكن المركز الأول وايضا بتصوغان قادمة، منصور بن محمد بن حميد الدرعي قادم في هذه اللحظات. الدرعي وراي 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 هذا الدرعي، ولكن اعود الى الجذابة الى الجذابة. ما شاء الله ما شاء الله يا الشعار الاقتصادي، اعلق للمرة الثانية، فهل يخطف الناموس للمرة الثانية؟ ولكن منصورة منصورة ويا الهواري، ثبت الصورة ثبت الصورة ما بين الجذابة ما بين منصورة، ولكن تهانينا لمالك الجذابة مروان بن فرج بن حمودة الظاهري على هذا الفوز الجميل والمستحق. منصورة أتت مع المركز الثاني، قدمت أجمل صورة، وهي بالفعل صورة جميلة لمنصورة. تهانينا لمالك محمد بن مسلم بن سالم العامري على هذا الفوز المركز الثالث. وصلت في بن صوغان ملك منصور بن محمد بن حميد الدرعي، كما ذكرت الدرعي وراي وراي، واذكر واقصد بذلك جروب الدرعي الذي اقدم له التحية والاحترام. المركز الرابع، هنا التوقيت الزمني بعدين نذكر الرابع، 7:50 5 أجزاء من الثانية توقيت الجذابة. تهانينا لمروان بن فرج بن حمودة الظاهري على هذا الفوز. 7:50 كم الأجزاء يا أخوي سالم؟ 8 أجزاء من الثانية 7:50 8 أجزاء من الثانية توقيت منصورة. تهانينا لمالك منصور محمد بن مسلم بن سالم العامري. 7 دقائق المركز الثالث، 52:03 توقيت بن صوغان. تهانينا لمنصور بن محمد بن حميد الدرعي على هذا الفوز الجميل والمستحق. هكذا انتهى الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات. من يتواصل من الزملاء فله الكلمة. العمدة
له الكلمة في هذه اللحظات.